أمس فأقدم لك بطريقة للمشاهدة المباشرة عن طريق اليوتيوب عبر هذا الموقع، موقع خفيف يعني. هذا رابط أمر البث، من يريد مشاهدة بطولة كأس أفريقيا وليس لديه إنترنت، ولديه إنترنت ضعيفة ولا يمكن، وقد أتعبته تلك التطبيقات الموضوعة على جوجل بلاي وعبر اليوتيوب مثلا. أذهب وتنزل الأسفل، سيأخذك إلى رابط القناة مباشرة. حاليا لا يوجد مباريات، لذلك لا يمكن أن نجد بثا مباشرا. نعم، أتمنى أن يعجبكم هذا الموقع وأن تدعموننا بزر اللايك والمتابعة. أبوني وتفعيل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني.